البنت اللي قدامكم ديت عملت اكبر شريحه بيتزا ممكن تعملها في البيت، وزي ما انتم شايفين كده الصراحه شكلها شهي جدا، علشان كده كنت متحمس ان اجربها في البيت واشوف هل هتنجح معايا ولا لا. وبس كده، كل اللي عايزه منك تتحمس معايا، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول خطوه هنقول بسم الله، وهنحتاج معلقه كبيره خميره، وهنضيف عليهم معلقتين كبار سكر، كوبايه الا ربع ميه دافيه، وهنقلب كويس، وبعد التقليب هنسيبها على جنب. وفي طبق تاني هنحتاج كوبايتين ونص من الدقيق، وهنضيف عليهم معلقتين كبار زيت زيتون او زيت عادي، وهنضيف خليط الخميره اللي كنا سايبينه على جنب، واخر مكون هنضيف رشه ملح. ودلوقتي هنقول بسم الله ونعجن كويس لحد ما تتلم معانا العجينه. وبعد ما نعجن كويس لمدة حوالي 10 دقايق وتتلم معانا العجينة ناعمة وطرية بالشكل ده، دلوقتي هنجيب طبق وندهنه بالزيت. دلوقتي هنحط العجينة ونغطيها ونسيبها تتخمر لمدة حوالي 60 دقيقة ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد مرور 60 دقيقة وكده العجينة أصبحت جاهزة. وقبل ما نفرد العجينة هنضيف رشة دقيق على ورقة زبدة أو مفرش الفرن السيليكون. ودلوقتي هننزل العجينة ونفردها على شكل شريحة بيتزا. وبعد ما فردناها بالشكل ده، دلوقتي هنقول بسم الله ونبدأ نفرد صلصة البيتزا. وبعد ما ضفنا الصلصة هنضيف الجبنة الموتزاريلا، وبعد ما ضفنا الجبنة الموتزاريلا آخر حاجة هنضيف شرايح السلامي، وزي ما قلت لكم الإضافات حسب الرغبة. واخر حاجه هنضيف الزيتون. وبعد ما نضيف الاضافات اللي احنا عايزينها، دلوقتي هندخلها في فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 220، الفرن يكون شغال من فوق ومن تحت، وهنحطها في الرف الاوسط لمده حوالي 10 دقائق ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد مرور حوالي 10 دقائق، وبصوا بسم الله ما شاء الله الشكل عامل ازاي، حاجه بصراحه في منتهى الجمال. والبيتزا الصراحة طرية وشكلها شهي قوي. ويلا بينا دلوقتي ندوق ونشوف الطعم عامل ازاي. بسم الله. انا عايز اقول لكم مبدئيا كده، من كتر جمال طعم البيتزا انا مش عارف اقيمها ازاي. البيتزا هشه وطريه وطعمها حلو قوي، لكن لازم تكون متاكد ان كل ما تضيف اضافات انت بتحبها اكيد الطعم هيظبط معاك. وبس كده، جربوا الوصفه دي وان شاء الله هتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.